شكرا، اتفضل. كله يرفع ايده حالا. اهلا. طبعا كله عارف الامور دي بتمشي ازاي، اي حد هيتحرك هتموتوا، لو اي حد هيحاول يكلم البوليس هتموتوا، اي حد هيعمل اي حاجه من غير ما نقول عليها هتموتوا. طيب احنا جينا هنا عشان ايه؟ ده في ايه؟ انت بتعملي ايه؟ بحضر لكم الفلوس. لا احنا مش جايين عشان فلوس. امال انتوا جايين ليه؟ قولي لي حاجه حلوه. معلش مش فاهمه. بقول لك قولي حاجه حلوه دلوقتي. عينيك حلوه قوي. شكرا. هو ايه اللي بس هنا بالظبط؟ حد داخل يا ستي تتكلمي؟ لا صح كده، ما ينفعش تتكلمي الا لو كنت بتتكلمي عن قد ايه احنا اصحاب قوي. يعني انت مش عايز فلوس؟ الفلوس ما تسواش بقيمه الصحوبيه. قولي اللي انا عايز اصحاب والا افجرك دلوقتي. ماشي ماشي، احنا احسن صحاب. بجد كلامك ده فرق معايا قوي. مكاوي ايه؟ جزمتك عجباني قوي. شكرا، خدتها هدية من علاء فاشن على اول الشارع. حلو ده. هي فعلا حلوة بس مش احلى من ضحكتك. جماعة بجد شايفين العملية دي ماشية تمام؟ انتوا شغالين شغل عالي. انت كمان. طب مين هنا فخور بينا؟ انتي؟ اكيد. طب وانت؟ تعرف حاجة؟ انا فعلا فخور بيكم. طب وانت بقى يا بابا؟ انا مش باباكو. بيسألك انت فخور بينا ولا لا يا بابا؟ انا مش عارفة اقول ايه. ده عشان انت بتخبي مشاعرك. عدم وجودك جنبنا فعليا ونفسيا بيخلينا نعمل كده عشان نحس بعطفك ناحيتنا. عشان كده احنا بنسرق عشان نحس بشوية حب. بنعمل كل ده عشانك يا بابا. ده اللي بيحصل لما تقول انك هتيجي مقابلة تمرين السباحة معايا وما تجيش، فتوتر وتزحلق وقع في حمام السباحة. بيقولوا عليه الزحلوقة اللي من غير اب. قالوا الزحلوقة اللي من غير اب وما عندوش اب وبيتزحلق. وكان كله بيكرر الكلمة دي. قول انا فخور بينا دلوقتي. ماشي ماشي انا فخور بيكو. احنا بنحبك قوي يا بابا. مش هقولهم كده. انت كمان قول. انا بحبكم قوي يا اولادي. احنا كمان بنحبك يا بابا. خلاص خلاص يلا نروح الحمام السباحة. بوليس اطلعوا انتوا رافعين ايديك. ايه ده؟ اوعى كده، هات المسدس ده. محدش هياخد عيالي. اهلا بيكم يا جماعه، برحب بيكم في مشروع حل فوبيتك. انا اسمي حسام وفي الحقيقه انا عندي فوبيا. انا بخاف من الكلمه اللي بتتنطق ب الف الف ه ه، العلامه دي. ايه رايكم تقولوا لي على الفوبيا بتاعتكم؟ نبدا بيك مثلا. ازيكم يا جماعه، انا اسمي جمال وعندي فوبيا من الاعتذار. معلش اسف. تمام. الاعتذارات قصدك؟ اسف. يعني اي نوع من الاعتذارات؟ ايوه خلاص تمام، احنا هنحاول نتجنبهم. تمام، وانت ايه مشكلتك؟ انا اسمي كريمه وبخاف من التكرار. عندك فوبيا من ال لا معلش كنت هقولها صح. انا لا خلاص. طب وانت؟ انا اسمي رنا وعندي فوبيا من السكوت الغريب. قد ايه وقت السكوت ده بالظبط؟ قد اللي حصل ده بالظبط. طيب يلا هنكمل كلامنا عادي. اهلا انا تامر اسمع دقيق.
تمام مش مشكلة، خليني أقولك اللي قلناه. دي كريمة بتخاف من التكرار. أنا آسف. إيه المشكلة معاك؟ أنا بهوهو على فوبية الناس. تقريبا أنا كان لازم أقعد معاك لوحدنا، بس يلا إحنا دهينا دلوقتي. أنا اسمي حسام وعندي فوبيا من الكلمة اللي بتتنطق ألف ألف ه ه، العلامة دي. ودي رنا عندها فوبيا من السكوت الغريب. اه فهنحاول نفضل نتكلم نسكت. هو في ايه؟ هو لسه قايل كده. اه اسف. طيب ممكن لو سمحتوا نحاول ونعمل اي تقدم؟ تمام، ده جمال وعنده فوبيا من الاعتذارات. انا بجد. تمام جمال، تحب تقول لنا الفوبيا دي بدأت ازاي؟ كل ده بدأ لما جربت شرابات جدتي لأول مرة. العمليه دي كبيره قوي، وانا اول مره اعمل كده دلوقتي. اهدى يا اخوي، ترجم بس بالضبط اللي هيقولوه. بالضبط اللي هيقولوه. تمام، هادي هيقابلك دلوقتي، تعالى معايا. انا معايا الفلوس، انت معاك الاسلحه؟ لو عايز تتكلم معايا اتكلم معايا. اه انت المترجم؟ اه انت المترجم؟ لا انت المترجم. لا انت المترجم. تمام انا معايا الفلوس. انا معايا. انا ما سمعتكش، انت كحيت. انا ما سمعتكش، انت كحيت؟ لا ما حصلش، انا ما كحيتش، انت كحيت. حصلش، انا ما كحيتش، انت كحيت. بطل تقول اني كحيت. بطل تقول اني كحيت. انت كحيت وانت بتتكلم مع هادي. انت كحيت وانت عم تتكلم مع هادي. يا مترجم انت بتتكلم عن ايه؟ ايه مترجم بتتكلم عن ايه؟ هو انا ممكن اجرب اتكلم معاه لوحدنا؟ هو انا ممكن اجرب اتكلم معاه لوحدينا؟ ماشي انا همشي. ماشي انا همشي. ايه؟ لا لا انا قصدي احنا. انا قصدي احنا. ماشي تعالى هنا. ماشي تعالى هنا. ايه؟ انا كنت فاكره انك عايزنا نتكلم لوحدينا. انا كنت فاكره انك عايزنا نتكلم لوحدينا. ايوه بالظبط. ايوه مظبوط. طيب تعالى هنا. طيب تعالى هنا. ايه؟ بص، هو انت معاك بتقولوها ازاي؟ ذخيرة؟ بص، هو انت معاك بيقولوها ازاي؟ سلاح؟ يعني اي سلاح؟ يعني ايه اسلحة؟ اسلحة؟ ذخيرة؟ اسلحة ذخيرة؟ ايوه ذخيرة، بس يعني ايه اسلحة؟ يعني ايه اسلحة بس يعني ايه ذخيرة؟ انت اسوء مترجم. انت اسوء مترجم. لا انت، انا مش مترجم. لا انت، انا مش مترجم. انا ال يا فاشل. انا ال يا فاشل. لا لا لا، انا ما كانش قصدي اعملها، هو اللي خلاني اعمل كده. استنى استنى، اقتل الكهرباء. انت بتقول ايه؟ لا لا استنى، انا في صفك انت. اقتل الكهرباء يا هادي. استنى استنى، انت بتقوله يقتلني؟ لا لا انا قلت له اقتل بالمسدس. لا الكلام ده معناه انه يقتلني. لو طخني هتخ. استنى، انا ولا انت؟ انا ولا انت؟ انت ضرب عليا هضرب عليك. بيو بيو بيو. أنا آسف، ده فعلاً أوحش مترجم. أنا آسف، ده فعلاً أوحش مترجم. مكتوب إنك متدربة في مجال التكنولوجيا، ده كويس جداً يا إيمي. هل بقى أنت كويسة في الإكسل؟ لا. باوربوينت؟ لا. بابليشر؟ لا خالص.
طب انت كويسة في انهي جزء من التكنولوجيا؟ معلش سناب شات، بينترست، انستغرام، فاين، تويتر، كل الحاجات الجامدة دي انت عارف. انا مستغرب انك ما قلتيش فيسبوك. ده للعواجيز، بابايا مامتي كده. هموت. بس يا ايمي، انت لما تشتغلي عندي لازم يبقى عندك المهارات دي، عشان هبعتلك حاجات تدققي فيها وتبعتي لي الاجوبه، فعشان كده لازم تبقي شاطره جدا في التكنولوجيا. لا لا، ما تقلقش خالص من حاجه زي دي، انا هطلبها من سيري على طول. هتطلبيها من سيري؟ ايوه، سيري اعملي كذا، سيري سوي كذا، هنطلع لك كل الايجابيات ما تخافش. اه طب قولي لسيري انا عايزك تبقي جاهزه كل يوم الساعه 8 الصبح بالظبط. انا مش فاهمه. انت مش فاهمه ايه اللي انت لسه قايله؟ انت مش فاهمه يعني ايه تبقي جاهزه؟ لا انت قلت 8 صح؟ اه 8 يعني 8 الصبح. اه 8 الصبح. اه بس ده مش مناسب معايا، مين بيصحى 8 الصبح اصلا؟ انا مثلا، انا بكلم خطيبي الفرنساوي في باريس لحد 3 الفجر، انا ما بوصلش لستاربكس قبل الساعه 10 عشان اطلب الشاي باللبن بتاعي خلي الدسم على ميه بيضه مع 2% رغوه سخنه قوي، بس مش سخنه قوي، فلو هينفع يعني فانا تمام معاك من اول الساعه 11 الا ربع. واو ايما، انا حاسس ان انتي مش هتنفعي خالص. اه انت ليه سلبي قوي كده؟ انا حاسه ان الاجواء مش مريحه خالص، وانا مش مطمنه هنا، انا بقالي هنا اكتر من 5 دقايق، الحاجه العدله الوحيده اللي انت قلتها ان السي في بتاعي لطيف، ده انا تعبت فيه طول الليل علشان يبقى جاهز على انترفيو النهارده، انت حتى مش بتشجعني ولا بتديني نصايح وارشادات، انا محتاجه اكلم الاتش ار ضروري. اتش ار؟ انا محتاجه اتكلم مع حد، واحتمال اخد اجازه عشان اعصابي تعبانه. يوم اجازه؟ ايمي ركزي معايا، انت اصلا مش شغاله هنا. هو انت بتحاول ترفدني من الشغل ولا ايه؟ شكلها كده. ماشي ماشي، ايه هناك ايه؟ ما تخافش خلي هادي، كل اللي تعمله انك تروح هناك وتتكلم معاها، سهلة وبسيطة، مفيش حاجة تقلق منها، انت بس روح هناك قولها هاي عادي، ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل يعني. يلا لا اكيد ده مش هيحصل، ما تبقاش سخيف. يلا ازاي؟ ماشي ماشي، اهدى، انت زي الفل انت زي الفل. هاي ايمي. او هاي محمد، قسم المسرح صح؟ او لا بيولوجي. هو انت تخصصت بيولوجي؟ اي حد في قسم بيولوجي فاشل، وده معنى ان انت فاشل وقبيح ومفيش حد هيحبك ابدا وهتموت لوحدك. ماشي. هاي ايمي. هاي محمد صح؟ ايوه صح، انا كنت بسال بس لو ينفع نتعشى سوا في اي وقت ينفع؟ او انا مخطوبه. وعلى فكرة هو مصارع محترف، وهقول له يعلم ايك لو كلمتني تاني. هاي، مش عاوزة نتعشى سوا اي وقت؟ ايه في ايه؟ دي قلة ذوق، انت ليه بتسألني اصلا؟ انت معفن وانا جميلة قوي، انت ازاي تقول حاجة زي دي اصلا؟ اسف. هو احنا ينفع نتعشى سوا؟ هو ينفع
مش عاوزة نتعشى سوا مرة؟ اه اكيد هحب كده قوي. ايه ده بجد؟ ايوه انا حاسة ان شكلك لطيف. ده عظيم جدا. هاي محمد. هاي ايمي. هو باين هو غريب، بس ايه رايك نخرج في اي وقت؟ اه طبعا موافق جدا، احب كده قوي.